السلام عليكم. اليوم نروح نشوف المشروع تاع الترميم والتجديد تاع فندق الألوية الذهبية بوسط الحديقة العمومية تاع بن عكنون، و يعني حديقة الحيوانات تاع بن عكنون. إذا أين يقع هذا الفندق الرائع بطراز جزائري يعني أصيل، إثر زيارة نتاع والي ولاية الجزائر العاصمة للمشروع، واللي فيه يعني الأشغال راهي جارية على قدم وساق لتهيئة هذا الفندق اللي هو تابع للقطاع العام. إذا أترككم تتابعون هذا الفيديو حول تجديد وترميم فندق الأروية الذهبية لمفلون دور، والذي يقع في الحديقة الحيوانات والحديقة العمومية يعني بصفة عامة، واللي هي كذلك راهي قيد التجديد والتهيئة أو إعادة التهيئة. إذا نترككم تتابعون الفيديو في الموضوع، والسلام عليكم.